حنكمل الآن من بنفس المثال اللي كنا نشتغل عليه قبل شوي. إذا بتتذكر المثال اللي كنا نشتغل عليه قبل شوي كان هذا النظام وهذا النظام كان في 3 real poles من هون. راح أروح على ماتلاب أستعمل ماتلاب حتى أعمل أرسم الروت لوكس. فعندي النيو راح أعرف polynomial اسمه numerator وبس في القيمة معامل المقام اللي هو 6. راح أعرف مقام اسمه denominator واللي هو في 1 6 11 6 اللي هو نفس الأوبن لوب سيستم اللي كان موجود عندنا قبل شوي. صار عندي هلا هذا السيستم. السيستم بيساوي ترانسفير فانكشن denominator. هذا طبعا واضح هي ترانسفير فانكشن تبعت هذا السيستم هي نفس الترانسفير فانكشن تبعت السيستم اللي كنا نشتغل عليه في المحاضرة السابقة على السيميلينك. الآن في instruction أو command موجود في الماتلاب بقدر أعمل أرسم root locus لسيستم معين. root locus إذا نتطلع هلا هون راح تلاحظوا أول شيء قبل ما أرسم الجريد راح أخلي الجريد شوي قبل ما أرسمه. راح تلاحظوا هون عندي هي -1 -2 -3 فهدول الاكسس الاكسس هم موقع الاوبن لوب بولز تبعون الاوبن لوب سيستم قبل ما احط عليه بروبورشنال جين وقبل ما اسكر السيستم واحط نيجاتيف يونيتي نيجاتيف فيدباك. فراح تلاحظوا هي عندي واحد من البولز البول الثاني والبول الثالث. راح تلاحظوا في الحاله هاي انه لما ببدا من قيمه كي بتساوي 0 عند النقطه هاي والنقطه هاي والنقطه هاي راح يبدوا يتحركوا البولز اللي هم صاروا هلا كلوز لوب. لاحظوا ان هدول اوبن لوب بس عند النقطه هاي والنقطة هاي والنقطة هاي. بعدها بلحظة بسيطة جدا بس متى ما تغيرت قيمة كي عن زيرو صاروا هدول كلهم كلوز لوب بولز. هدول كلهم كلوز لوب بولز وهدول كلهم كلوز لوب بولز. المكان الوحيد النقطة أو الثلاث نقاط الوحيدة اللي فيها قيمة كي زيرو هي عند النقطة البداية هون اللي هي -1 radian per second -2 radian per second و -3 radian per second. في أي مكان تاني على هذا الخط على الروت لوكس كي راح تكون قيمتها اكبر من زيرو وراح تضلها تزيد راح توصل انفينيتي لما هذا الخط يوصل انفينيتي وهذا الخط يوصل انفينيتي وهذا الخط يوصل انفينيتي. راح تلاحظوا الثلاث خطوط عمالهم بروح على ما لا نهايه بالاتجاهات الثلاثه اللي موجوده هون. اذا بتطلع هون راح تشوفوا تشابههم على السكند اوردر سيستم. لما كنا نحكي عن سكند اوردر سيستمز اذا اهملنا هذا البول الثالث لفتره تتذكروا بسكند اوردر سيستم كانوا تو بولز يتحركوا باتجاه بعض ويكونوا اوفر دامت لحد لما يوصلوا بعض يصيروا كريتيكلي دامت وبعدين يصيروا اندر دامت. هذا بيشبه الى حد ما السكند اوردر سيستم بس الاختلاف وجود البول الثالث هون. لاحظوا كيف غير حركه التراجكتوري هذه من هون. هذول الخطوط هذول هذا الخط وهذا الخط وهذا الخط هم عباره عن الروت لوكس هم المحل الهندسي لكل الكلوز لوب بولز وانا بغير قيمه كي. هذول كل النقاط اللي بتقع كل البولز اللي بتقع على هذا على هذول الخطوط هي الكلوز لوب بولز عند قيم معينه من كي. ميزه هذا التول كمان لو كبست على اي نقطه هون وعملت دبل كليك راح تلاحظوا بين معي قيمه كي. فهذه هون بتقول لي انه عند النقطه هاي السيستم جين كي 1.79. البول هذا اللي هون عند النقطة عند جين 1.79 -0.818 اللي هو طبعا الريل بارت والإيماجينري بارت 1.78. فهذا الطول 1.78 وهذا الطول -0.818. راح نلاقي طبعا أكيد في بول تاني عند نفس قيمة كي راح يكون في كمان بول اللي هو كومبلكس كونجيجيت بير لهذا البول عند النقطة هاي تحت راح يكون له نفس القيمة الريل بس الايماجن راح تكون الكومبليت كونجكت راح تكون نيجاتيف راح تكون -1.78 اي او جي راديانز بير سكند. وراح يكون في هون في مكان ما البول الثالث راح يكون يتحرك وصل مكان معين ما بنعرفه هون بالضبط غير نفتش عليه تفتيش. فمثلا لو كبسنا هون لو كبست هون مثلا هي 1.54 لا احتمال انه يكون ابعد 4.4 فيمكن يكون تقريبا هون راح يكون البول الثالث عند النقطه هاي. الشيء الثاني المهم في اللي عملناه الان اللي كبسناهم هون خليني اكبس هذه مثلا مره ثانيه هون انه اعطاني الدامبنج عند البول هذا. وهون اعتبر انه كانه انا عندي سكند اوردر سيستم. احنا مزبوط في ثيرد اوردر سيستم هون في ثيرد اوردر في ثيرد بول
والثيرد بول عماله بيعمل السيستم ثيرد اوردر سواء كان في الاوبن لوب او الكلوز لوب. لكن اذا بتتذكروا احنا حكينا اكثر مره عن الدوميننت بولز، هدول الاثنين بولز الاثنين اللي بتحركوا هون هم صاروا مصيريين حرجين جدا في التصرف تبع السيستم. وهذا كل ما البول اتحرك وبعد عن الجي اوميجا اكسس رح يصير اقل اهميه في تصرف السيستم. فهذول التو بولز رح يصيروا التو دوميننت بولز اللي موجودين هون. يعني لو حاولت اكبس هون هي تقريبا هذا تقريبا نفس هذا السيستم. هذول الاثنين بولز اللي الاثنين عمالهم بعطوني دامبنج له قيمه معينه. تتذكروا الدامبنج ريشو بتعتمد على بيتا اللي موجوده هون. الدامبنج ريشو بتعتمد على بيتا. لو رسمت خط من الاوريجن ومر في هاي النقطه الزاويه هاي هي بيتا، وكوساين بيتا بيساوي الدامبنج ريشو اللي هي زيتا. كمان بعطيني عند النقطه هاي لما بكبس عليها بعطيني الاوفر شوت 75.6% اللي هو اوفر شوت طبعا عالي. وبعطيني الفريكونسي اللي هي اوميجا ان، هذه هون قيمه اوميجا ان اللي هو الطول هذا اللي موجود من هاي النقطه لهاي النقطه. اذا ممكن انا مثلا احد الطرق اللي استعملها لو انا بدي احقق اوفر شوت معين وبدي الاقي قيمه كي، بدي اشوف قيمه كي اللي بتحقق لي اوفر شوت معين في السيستم، ممكن اسير انا افتش هون. فرضا مثلا خلينا نقول انا بدي اوفر شوت ما يزيد مثلا عن 10%. لو كبست هون مثلا عندي الاوفر شوت هون 0.768. خلينا نجرب في مكان ثاني مثلا. هون عندي الاوفر شوت 9% مثلا، هذا صار قريب للبرفورمانس اللي انا بدي اياه. مثلا خلينا نجرب بعدها بشوي صغيره هون مثلا، هي عندي هون 19%، هي هون مثلا هي 11% مثلا. ف 11% هذا شو بقول لي؟ بقول لي لو انا زدت قيمه كي اللي هي البروبورشنال كنترولر الجين تبعها كي زدته ل 1.03 او تقريبا 1، راح يتحقق عندي دامبنج ريشو مقدارها 0.569. الاوفر شوت راح يكون 11% عند اللحظه هذيك. فممكن هذا يكون مثلا احد الطرق او احد الوسائل اللي استعملها حتى الاقي قيمه كي المناسبه حتى اصمم هذا السيستم. وقتها برجع مثلا باخذ هذا الجين اللي انا وجدته هون وبرجع على السيستم وبعوض بقيمه كي اللي موجوده هون، بحط قيمه كي اللي هي كانت مثلا 1.03. في اشياء ثانيه كمان بامكاننا نعملها هون. احد الاشياء ممكن نعملها في ماتلاب، بامكاننا نعمل جريد. الجريد بيساعدنا بعطيني او هي جريد اون يمكن الاصح تكون. هون اعطاني جريد، بتلاحظوا الجريد هذه بولر مش ريكتانجلر، والسبب انها بولر عم تعطيني قيم لزيتا. هدول بتلاحظوا هدول قيم زيتا. لو بتتذكروا احنا قلنا انه بيتا كوساين بيتا اللي هي الزاويه هاي بيتا اللي هي الزاويه اللي هون كوساينها هو الدامبنج ريشو هون. فبتلاحظوا تقريبا لما هاي الزاويه صغيره جدا كوساين الزيرو بعطيني 1. فطبعا احنا متذكرين انه بيتا عند نقطة الكريتيكال دامبنج راح تكون قيمتها 1، وبعدين بس يبدو البولز يرتفعوا من النقطة هاي ويرتفعوا من النقطة هاي راح تبدا زيتا تنزل عن 1 لحد ما توصل زيتا زيرو عند هذا الخط. لما اوصل هون عند النقطة هاي وعند النقطة هاي، لما اوصل عند النقطة هاي والنقطة هاي راح يكون في عندي زيرو دامبنج في السيستم. وطبعا انا حافة الانستابيليتي صرت هون لاني كمان شوي بزيادة كي اكثر من هيك راح انتقل للرايت هاند سايد تبع البلين والسيستم عندي راح يصير انستيبل اللي هو طبعا شيء خطير. فلازم اني ابعد عن هذا. بس كمان مش بس هيك، لازم انا اتاكد اني اجيب الترانزينت ريسبونس سبيسيفيكيشن المناسب اللي بدي اياه. ما بكفي بس اقول انه انا السيستم ستيبل. اذا هذول الجريدز اللي هون. الجريد الثاني اللي موجود هون اللي هو هذا هو بعطيني قيم اوميجا ان. فراح تلاحظوا كل القيم اللي هون اللي على هذا الخط لها اوميجا ان 3 راديانز بير سكند. فهون مثلا اوميجا ان 3 راديانز بير سكند، هون اوميجا ان 3 راديانز بير سكند، وهكذا. اذا هذا الجريد اللي هو بولر مش ريكتانجولر عماله بعطيني خطوط احداثيات لقيم مختلفه لاوميجا ان وقيم مختلفه لزيتا. راح تلاحظوا طبعا الشيء المهم جدا بهذا هو النقطه هاي النقطه فيري كريتيكال. اذا بتتذكروا لما كنا نشتغل في الراوث ستابيليتي كرايتيريا، كانت الراوث ستابيليتي كرايتيريا بدون ما نرسم اي شيء، بدون ما كنا نقدر نطلع قيمه كي عند النقطه اللي السيستم بصير فيها انستيبل. طبعا بالحالي هاي كي بدها تكون اكبر من زيرو لانه بتقدرش تكون كي قيمتها اصغر من زيرو. اذا صارت قيمه كي اصغر من زيرو صار عندي بوزيتيف فيدباك مش نيجاتيف فيدباك. ففرضا انه على فرض انه احنا شغالين على نيجاتيف فيدباك
راح يتحرك عند السيستم بهذا الاتجاه، فهذه كي اكبر من زيرو. ولو حليتوا هاي المساله بالراس، لو اخذتوا هذول حليتوهم بالراس، اخذتوا اي 0 واي 1 واي 2 واي 3 وهكذا وطلعتوا، راح تلاقوا انه قيم كي اللي بتخلي السيستم انستابل راح تكون القيمه هاي اللي كبست الان عليه راح تكون هي السيستم جين اللي هي تقريبا 10.3. يعني لما قيمه كي توصل هذه القيمه السيستم راح يصير انستابل. طبعا احنا ما بدنا نكون اني وينير، ما بدنا نكون قريبين على الاطلاق من هاي القيمه، بدنا نكون بعاد عنها. بس واضح هون عنده النقطه هاي، قيمه الجين 10 10.3 هي القيمه اللي بتخلي السيستم انستابل.